السلام عليكم شباب انا شخباركم ان شاء الله بخير وانتم مشاهدون فيديو اليوم رجعنا لكم بتحدي غير مختلف تحدي لا تختار العصير الخطأ داخل الصندوق عندكم هذا البوكس صنعناه انا ومودي رسول خلينا نقصب هنا وجبنا لكم انواع العصاير عصير حلو وعصير مو حلو جاهزين جاهزين قبل لا نبدأ الفيديو لا تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل زر التنبيهات خلينا نوصل هذا الفيديو اكثر عدد لايكات وكتبونا بالتعليقات شنو التحديات تحبون نسويها واذا عجبكم التحدي كتبونا بالتعليقات نسوي لكم جزء ثاني فهسه نبلش اول جوله الجوله حتكون مودي ورسول كونكم الحمد لله حمسين يلا يعني هنا انا راح تدارون لكن ملاحظه شلون راح العب ويا رسول او شلون رسول راح يلعب ويا مودي يرجع اذا رسول طلع له شيء حلو يعني عصير حلو او فشي حلو تمام مودي يطلع اجي انا بصفه اذا لعبت انا ومودي وطلع لي فشي حلو انا اجيب بدل رسول رسول يطلع وكذلك افتهمتوا جاهزين يلا عين نداروا يلا خليكم منتجات طيبه ولا طيبه يلا عليكم الله يتبعون لا هاي راح اغلب عنه اوكي تمام هلا والله شباب شو اخباركم؟ شوف شو راح اخليهم من البدايه هذا شنو؟ اوكي؟ يلا انداروا لحظه خليني احسب لكم واحد اثنين ثلاثه اختاروا هذا يلا اسحب حيل الله شيء حلو ها مودي ايش طلع لك؟ طيب شنو هذا؟ مودي طلع لي عصير طماطم ورسول طلع لي حليب لكن الجولة الثانية راح ألعب أنا رسول وهسه الجولة الثانية بين رسول وحيدر يس انداروا يلا رسول مطلش لا غمض عينك مودي على كيفك شالت إنه شاليك يا يابي أنا متحمس وراح أفوز أكيد شوف شباب ايش خليت لهم انداروا اختاروا أنا اختار هاي يلا نختار هاي يا كيف البسي خير هذا من ورد ها شوف خليته خليته باي باي الله ياخذك رسول توت الاسود واو اوكي شباب انا خسرت بس راح يبقى هنا الجوله الثالثه راح تكون بين مودي ورسول يلا حقي انداروا شوف شو اختارت لهم اختاروا بسرعة جاهزين؟ جاهزين واحد اثنين ثلاثة اختاروا اختار هاي يلا هل هل ناي ها الله ايش رايك مودي؟ ايش حاط لي؟ ها؟ شي حار طلع الرسول خرب التفاح مودي طلع عليه حليب بالكاكاو ها صار بي حاط اوكي شباب رسول هسه طلع وراح العب ويا اخويا مودي يلا جاهزين جاهزين يس 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 متحمس يا شباب متحمس رسول وقف ثاني يلا عين جاهزين جاهزين يلا ندار هذا ثاني واحد اثنين ثلاثة اختار هذا شوي اختار هذا بسم الله الرحمن الرحيم الله مي بخر شو طلع لي شطه ومي انا وي شطه حار راح تريح حلقي تشرب مي بسيطه انا ليش ما اخترت هذا قدامي يلا شباب الجوله الاخ ونشوف مين راح يفوز الجوله اللي بعد بين مودي ورسول جاهزين جاهزين انداروا هذا خليها شويه يا فرع شو خليتهم شباب يلا جاهزين جاهزين داروا واحد اثنين ثلاثة اختاروا رجعوا اوكي هل رسول طلع على بيض ومودي طلع على ليمون وكرز هسه انا راح العب ويا مودي بدا يتزوع شو اللعبة الناس ترى هو عصير انت شرب هذي؟ لا 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 يشرب البيع الله ابو علوني وقت شباب باقي طعمه ما شاء الله كلش طيب الجولة اللي بعده هسه الجولة الثانية بين مودي وحيدر جاهزين؟ جاهزين يلا اندع هوبا يا ربي هالمرة لازم افوز والله ما تقدر حبايبي شوف ايش خليتهم يلا ندار
أوبا. واحد اثنين ثلاثة. انا اختار هذا. انا واحد اثنين. تايجر. صح تايجر. طلع عليه عنبر. فزت فزت. انا لك اشتروك. طيب فين المي؟ وين المي؟ طلع المي. الجولة اللي بعده يا حيدو. تعال الجولة اللي بعده راح العب انا ورسول. يلا وهسه الجولة اللي بعده هي بين حيدر ورسول. يس انا ايش قد ما احبهم بدلت لهم قصب. هات ايدك. كفو. يلا انداروا. اوبا. ويلي. يلا بسرعة مولي. جاهزين؟ جاهزين. واحد اثنين ثلاثة انداروا. اختاروا. يلا الجولة اللي بعده يا حبيبي يا قلبه. فزت عليك. هسه مودي راح يلعب وياي. جاهزين؟ وهسه الجولة اللي بعدها بين مودي وحيدر. يلا جاهزين؟ يلا اندا. يا الله استعد الرسول. انا ابوس عليك. ما تقدر لي. انت ما تقدر. يلا حبايبي شوف ايش خليك. جاهزين؟ جاهزين. يلا اندا. انا اختار هاي. مايكو اسحب حيل. ايش طعم هذا؟ اناناس؟ شنو هذا؟ لا الله لا والله طيب. شنو طلع؟ دبس الرمان. اني الحلو مود ما حلو. ياه اني فتت بهاي الجولة. افوكادو. لا مو افوكادو هاي. شو اسمه هذا؟ مانجا. طلع لي مانجا وانت بسر رمان. مودي خسر. راح العب يا رسول. يلا رسول تعال. طيب ما طيب هذا بسر رمان حبيبي. وهسه الجوله اللي بعدها بين حيدر ورسول. يس جاهزين؟ جاهزين. انداروا. ها اذا ما فزت حيدر انا افوز عليك يا حبيبي. ما تقدر تفوز علي. يلا مودي استعد. ايه مودي غششني شويه. لا ليش؟ ما شوف شباب اسكت. شوف شباب ايش خليت لهم؟ جاهزين؟ جاهزين. انداروا. اختاروا. انا اختار هاي. اوكي اختار هاي. يلا واحد اثنين ثلاثة. اشرب اشرب. اصير بطيخ. لا لا في قهوة هني. قطع رقي. رقي؟ هذا رقي مو بطيخ. صحيح قهوة. بس هم طيبة. ايه بس انا الحلو حيدر. هو الحلو. اي شيء ماسخ ومو حلو. ايه هو الفرق والخسران. الجولة اللي بعدها بين مودي ورسول. كمان يلا يا شباب الجولة اللي بعدها والاخيرة بين مودي ورسول. اذا طلع مودي حلو راح يربح 100 دولار. واذا رسول راح ياكل عقاب. اذا شيء طلع لك مو طيب استشهد رسول او العكس. جاهزين؟ جاهزين. يلا انداروا. يلا غمضوا عيونكم. شلونكم شباب؟ شو اخباركم؟ مودي انتبه شويه. رسول انتبه شويه. اوكي فشي فانتاستيك. يلا جاهزين؟ جاهزين. انداروا. واحد اثنين ثلاثة انداروا. هاي يلا. ياس مودي. مودي فاز. فرزين طلع لك ليمون. مودي فاز 100 دولار ورسول راح ياخذ عقاب. يا رسول طلع عليه. طلع عليه ليمون راسه يعني ماسخ يعني مو حلو. وين بيبسي الكاكا كولا؟ طينه طينه. هات شوف شنو العقاب. ومود في ربح 100 دولار. شنط عقاب الرسول شو تقول؟ خل نفكر نرجع للمتابعين. خليكم نعدل الفيديو. بيس شباب العقاب راح يكون
رغوة الحلاقة. كل واحد إلى معهود يا رسول. سلم لي. أنا أقول لك إنهي الفيديو. ها؟ إنهي. هيدا هذا خو ما يوقع. تعال هاي. هاي. واو. واو. يلا. تفضل. أنا واحد. تعال حبيبي. تعال. إيدك إيدك واحد. أبا أغسل أغسل أسمع وعلى شباب وصلنا الفيديو تعالوا شوفوا رسول كريم الحلاقة يا رجال حبيب رسول بس وديني الحمام معاك كده غسل طبعا شباب خلنا في المكان رسول يغسل نرجع لكم لما دايش تايك خطر في الفتاة يلا هبا 2000 years later ضع صار الرسول طبعا هسه الرسول غسل وصل نهايه الفيديو اتمنى يا ربع عجبكم اذا عجبكم الفيديو تسوي لايك واشتراك ايش قد تردون توصلون هاي الحلقه عدد لايكات 200 الف لايك اوه مو هو على المتابعين طبعا مودي تطلبني 100 دولار ايه ورا الحلقه اعطيك اياها اوكي ان شاء الله شباب عجبتكم الحلقه اذا عجبتكم الحلقه قولوا بالتعليقات وطيروا على بيس